بالنسبة لصيام شهر رمضان فهو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن إسقاطها إلا بالأعذار الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو أعذار أخرى وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومريض كورونا اليوم هو يدخل تحت يعني عذر المرض، فالذي مرض بهذا الفيروس أو كانت مثلا صحته مضعضعة ولا تتحمل مثلا لا تستطيع أن تقاوم هذا الوباء، ونسبة تعرضه للأذى يعني مرتفعة، فيمكن له أن يأخذ بالرخصة والله أعلم. ولكن أن نلغي صيام شهر رمضان تحت ذريعة وجود الوباء فهذا يخالف منطق الشرع، وقد تصدى له العلماء وبينوا أنه قول خاطئ. ومهما كانت نية أصحابه الذين يدعون إليه فهي مسألة مرفوضة، لأن صيام رمضان هو فريضة، والفرائض كما هو معلوم في شرع الله مؤقتة لها وقتها، وقضية احتمال تعرض الإنسان لمرض أو لفيروس هذا أمر حاصل في كل وقت. حقيقة أن لحظة الوباء هي لحظة استثنائية، ولكن العلماء والأطباء بيّنوا بأن التخوف يعني من هذا المرض ليس سببا لترك الصيام بالنسبة لعموم المسلمين. فعموم المسلمين ينبغي أن يصوموا، والصيام شرعه الله سبحانه وتعالى للتقرب إليه وللتقوى، ولعل الصيام إن شاء الله تعالى يكون سببا من أسباب رفع هذا البلاء. أن التقرب إلى الله عز وجل والدعاء والاستغاثة بالله هذه من أعظم أسباب رفع البلاء. نحن لا نتكلم، بعض الناس يخلقون أحيانا بين قضية الدعاء والتداوي. الدعاء هو سبب، هو سبب من الأسباب الشرعية، هو سبب غيبي، لأنك أنت تدعو الله عز وجل، تدعو القوة المتحكمة في هذا الكون أن تتدخل وتوقف هذا المرض، والله قادر على فعل ذلك في كل وقت. ولذلك الدعاء من أسباب رفع القضاء ودفع القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.